يا صباح الخير لكم عن جديد. وصلنا معكم هلا لفقره التغذيه يلي بنقدم لكم فيها معلومات هامه خاصه بالغذاء الصحي والمفيد لاجسامكم. اليوم معنا موضوع جدا مهم وهو متعلق بالاشخاص يلي بيعانوا من دهون البطن الزائده وما اكثرنا وما اكثرهم. تمام. انا خلصت منهم الحمد لله، كان في راحوا. اليوم رح نحكي كيف ممكن نتخلص من الدهون بالجسم اجمالا، لانه مثل ما بيقولوا ما في دايت معين او نظام غذائي معين او حبه بناخذها فالجسم بيقول لها لهالحبه او لهالعنصر الغذائي اترك دهون الافخاذ فروح لدهون البطن، هكذا تقول الدراسات. يعني هلا بعرف كثير من الناس قاعدين عم يتابعونا انه معقول نحن بابواب 2024 وعم نحكي فقط لدهون البطن وما في ولا دراسه اثبتت انه في رياضة معينة بتدوب لدهون الأذرع، نظام غذائي معين بدوب دهون مثلاً الوركين. حنشوف نحن من أهل الاختصاص إذا كنا عم نحكي صح أو غلط. الدكتورة ثواب الغبرة اختصاصية واستشارية بالتغذية صارت موجودة لتجاوبنا عن كل تساؤلاتنا. صباح الخير. يسعد صباحك يا وردي. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بداية مثل ما كان عم يحكي ورد كان عم يحكي عن النظام الغذائي المتعلق بمنطقة معينة تخصص بقى جسم. تمام. هلأ في يمكن نظام غذائي بشكل عام لحرق الدهون بشكل عام، تحكي لنا عنه أكثر لو سمحت. هلأ الجسم أساسا يعني في عنا نحن في أنواع للخلايا الدهنية، مش قصة إنه بطن ولا ورك ولا أي شيء، في دهون بيضاء وفي دهون السمراء. الدهون السمراء مؤهلة إنها تطالع طاقة أكثر شيء أول شيء بالنسبة لأنه هي إذا ازدادت بالجسم شيء صح كثير للجسم. أما الدهون البيضاء هي التراكمية اللي هي عبء على الجسم تعمل ممانعة أنسولين اللي هو الفكرة الأساسية نسبة تراكمها. على فكرة منطقة البطن نحنا بتغيرنا أحيانا بتكون مو هي كلها منطقة شحمية، هي بتكون منطقة ترهل العضلي، منطقة نفخ غازات لمنطقة القولون، بتخلي في حيز فراغي تسمح للخلايا الدهنية تعبي أي منطقة بدها تملأها أو منطقة أي منطقة فارغة بدنا نعمل المادة المالئة. النسيج المالئ بالجسم هو النسيج الدهني. فالفكرة الأساسية أحيانا تتوضع الدهون فوق الطبقات العضلية وأحيانا تتوضع داخل الطبقات العضلية، ولهي لآلية لإخراجها ولهي لآلية إخراجها. ومن هون صارت تجي الشائعات إنه مثلا هاي المنطقة تخصصها هالوصفة وهي المنطقة تخصصها الوصفة، هي مو هيك بالضبط أبدا، بس هي حسب نوع الخلية الدهنية اللي اتعاطى معها وكيف هي عم تتمركز أو عم تنتشر بالجسم، هل هي طبقية أو حشوية. فغالبا نحن مناطق الأفخاذ أو مناطق الذراعين هي مناطق دهنية داخل العضلات داخل البنية العضلية، هي أصعب إزالتها لكن هي بتجيب مقاس أعلى إذا نزل كمية بسيطة منها. لكن المناطق البطن والخواصر هي مناطق غالبا تتوضع فوق المناطق العضليه بسبب ضعف عضلات معينه عندي اياها وبسبب عندك اياها اختلاف الهندسي للاحشاء الداخليه. تمام. فهون بقى جايين نحكي عن انواع البطون، كيف الانسان يشخص البطن تبعه، هل هي النسبه العظمى هي طبقات دهنيه ولا هي نفخه وغازات ولا هي منطقه ترهلات عضليه. تمام. هذا اللي هو بدنا نعرف نحن بالضبط كيف نشخص البطن تبع كل واحد فينا. اوكي. ونحن اليوم فعلا يعني ببلاد الشرق الأوسط للأسف معظم السمنة بتكون سمنة بالبطن إن كان سيدات أو حتى رجال، خاصة رجال كرش الوجاهة وفي شكل البطن منه. يعني في شكل بتلاقي هيك بلامبي، بتلاقي في حدا مثل الإجاصة، بتلاقي حدا لا من فوق لتحت مثل الأسطوانة، هي بعلم الأجسام كمان عم نحكي. شو أنواع البطون ليش؟ هلا حنحكي اليوم اي انسان بده يتعرف على ما هو داخل بطنه ينتبه علي على هالثلاث فقرات اللي حنحكيها هلا بالضبط. هلا الانسان بيتقسم بطنه لاعلى منطقه بمنطقه المحور وهي مبينه عنده اياها، وحنعمل عندي اياها محور دراستنا هلا الصره، يعني هي مركز اللي حنبين عليه رسمه الصره. اذا كان الانسان عندك يا اعلى محيط له تقع فوق الصره، تمام، هذا الانسان منطقه بطنه هي منطقه تراكم بطن علوي يعاد اسمه البطن العلوي. تمام. هلا حنحكي الوصفه تبعه المناسبه. تمام. هذا بيكون شحمه اكثر شيء عندك ياها بيتمتع فيها الرجل، ببلش المعده تبعه من تحت عضله الحجاب الحاجز، بتتمتع هاي المنطقه هاي بالذات في دهون للكبد وفي مقاومه انسولين. غالبا ما بيتمتعوا هدول الاجسام برجلين عندي ياها نحيله جدا، بتكون عند مرضى السكري كثير، حتى بيكون الانسان نحيف جدا ونحيل لكن عنده بطن علوي ورجليه واطراف كثير نحيله.
هذا هو اسمه البطن العلوي. أوكي. الشحم بيكون عندي عن فوق منطقة المعدة ومنطقة الكبد، بيكون البروز أعلى شيء بمنطقة فوق السرة. إذا قلنا البطن أعلى منطقة محيط هي عند السرة بالذات، هذا البطن المتوسط، تمام؟ هذا بيكون عندي هو عبارة عن بطن نفخة وغازات، هذا غالباً تطب البطن، مشاكل القولون، هذا الأسبب البطن تبعه انتفاخ الغازات والقولون عند إياها، تركت حيز فراغي ممكن يتجمع وعندي دهون ناحية الخواصر. والتطبل الأمامي كله نفخة وغازات، هذا بدنا نعالج مشكلة الكولون فيه، فالباسورد تبعه هو سببه الكولون، أما هذاك شحم رسمي عندي عم يجي فوق منطقة المعدة والكبد. البطن الثالث هو البطن السفلي، يعني أعلى منطقة هي تحت إياها تحت السرة، غالبا بتكون من النساء اللي عاملة القيصريات، هي هذا سببه ضعف عضلي، مو السبب الأساسي كان تراكم الدهني. ضعفت العضلة اضطر الجسم إنه يراكم الدهون حسب عندي إياها توازن علم الفيزياء، وتضعف منطقة الأساسات عندي إياها هي اللي بدها تعرض حتى تحمل وزن منطقة الجزاء، فهدول غالبا بيكون سببهم ضعف عضلي، كمان بتكون في عندهم خواصر سفلي. هلا الوصفات المناسبه بدنا نرجع للهي، فاصبح شو من احنا حنمشي من فوق لتحت، من فوق لتحت. هلا المنطقه النوع بطن علوي، هذا اهم شيء له انه يحاول عندي بعد فتره الغداء بالنسبه لانه ياخذ مشروب ساخر، شاي احمر شاي اخضر معه شويه فلفل، فلفل اسود عندي او فلفل ابيض، بس الفلفل الاسود اطيب، مو بحس اذا كان عندي حرقه او هيك نكتر هالامور، هي رائعه جدا لتسريع عمليه الهضم وتنزيل هي المناطق. هل عم بحكي انه هي حتدوب وهي اذا ما كان في نظام صحي؟ لا طبعا، بيهمني الاكل والشرب وتنظيم الامور هي، لكن بيفيدوا جدا هاي الوصفه، يعني الشاي المشروبات الساخنه، شاي اخضر او احمر مع شويه قليل من الفلفل. النقطه الثانيه خاصه للناس اللي عندها شحوم فوق الكبد، بيفيدني انا جدا فنجان زيت بقلبه معلقه صغيره من زيت حبه البركه، زيت حبه البركه بيقدر يخترق الشحوم الكبد العنيده وبيزود سرعه الهضم ومضاد للالتهاب ومخفض لمقاومه الانسولين، غالبا هدول الناس عندهم مقاومه انسولين عاليه. في توقيت معين لاخر بفضل بعد الغداء، فضل مشان يزيد العصارات الصفراويه، لانه غالبا بيكونوا هدول الناس عندهم بحص بالمراره وبيكون عندهم مشاكل بالافراز عندي اياها العصاره الكبديه، فبتلاقي كثير فادتهم هالامور وتتحسن هضمهم وحتى خفص البطن العلوي عندهم اياه، واذا راقبوه على المدى البعيد اذا قطعوا ماده الخبز مساء واتبعوا نظام صحي كثير حيلاقوا فرق، وهي الخطوه بتعمل لهم سرعه بعمليه وجود او ظهور النتائج. وبيقدروا يراقبوا قطر بطنهم من فتره لفتره. في ملاحظة بقولها، أنا شلون بدي أعرف إني أنا عم نزل دهون الكبد أو الدهون بدون ما أروح صور إيكو ولا هي؟ شيء بسيط جدا، أنا بقول كل ما انخفض 5 سنتيمتر من المحيط بينخفض نص سنتي من سماكة دهون البطن العلوية، فكتير هي رائعة جدا حتى أعرف أنا قديش أنا عم بستفيد على فترة المدى الأبعد. إذا نزلنا على منطقة البطن المتوسط، تمام، لهذا اللي قلنا مشكلته قولون وهالأمور، هي أهم وصفة له إنه يقطع الخبز مساء، لأنه أي شيء في مخبوزات ليلا بخميرة البيرة بتعمل تطبل وتلبك معوي بهدول الناس، هدول الناس إذا عرفوا يلغوا الخبز من حياتهم كتير بيفرقوا بشكل البطن تبعهم. هلا الفكرة الوصفة المهمة لهم إنه بعد الساعة 7 المساء لبن وعصرة ليمون، ليه نحن بنقول اللبن لازم يكون ترويب الإيد؟ لأنه هلا معظم اللبن عندنا يا نشا وأسبيجاش، فكتير مؤذي، كان يكون صحي صار مؤذي بالنسبة لنا. اللبن وعصرة الليمون فكرتها هي الأساسية إنه بكتيريا النافعة تبع اللبن في حال ضختي لها شوية عصرة ليمون تنشطت هالبكتيريا بأعداد هائلة، فهي بتحاول تعمل وقت بتوصل على بطنك بتعمل توازن بالفلورا تبع الأمعاء، فبتلاقي خفص فترة الغازات هالأمور هي بشكل واضح وملحوظ. يعني مو كمون وليمون، فيكي كمون بس والله اللبن وعصرة ليمون نتائجه أوضح أكثر، أوضح أكثر بكثير. والنقطة الثانية، لا بكفي هذا الحكي، بكفيني كمان إنه يكون عندي قطع المخبوزات ليلا، يعني كثير مهمة هي للبطن المتوسط. بيقولوا العجين هو تراكم بطن باللاشعور، سم تراكمي هذا كمان باللاشعور. هلا انتقلنا للبطن السفلي اللي بتعاني منه اغلب النساء اللي عامله وعمليات قيصريه او ولاده او هالامور، هذا ضعف عضلات بحت. هلا لكل انواع البطون رح نعطي تمرين رياضي، هلا كلياتنا بنعرف انه قديش تمرين المعده هو الشائع اللي بيقولوا لك انه هو بينقص المعده، هلا مو تعديا على تخصصات الهي، بس انا بلاقي عمليه انه رفع الايد ووضع على اي سلم او عمليه التسلق هي بتجيب نتائج فعاله للبطن السفلي اكثر بكثير من تمرينات المعده اللي ممكن
احيانا تضرب اسفل الظهر بعدد كبير. انا مو ضد تمرينات المعده ابدا، لكن انا بدي اياها مع ناس تخصصيين، لانه الرابعه والخامسه قطنيه اذا كان في وزن زائد عليها كثير بتضرب هي المنطقه هي. فانا بقول عمليه الامتطاط عندي اياها وشد على مثلا مثل عمليه التسلق او مثل كيف وقف على الحيط وادقر اعلى منطقه بقدر انا ادقرها، بتحافظ على طول الانسان وبتحافظه على بطن مشدود، وبتتاثر اكثر شيء العضله السفليه للبطن بشكل كثير رهيب. والناس اللي عندها تجمع تراكمات بالخواصر كثير بفيدها تمرين التويست بهالامور هي. بنرجع للتخصص الغذائي اللي بيهمني امره، ليه بحكي عنه؟ لانه نحن في شيء اسمه علم متكامل، لانه بتلاقي مفعول اكثر بكثير وقت بتلاقي الوصفه مع التمرين. النقطة البطن السفلي شد العضلات السفلية هو السبب الرائع لتنزيل هاي المنطقة تمام. وإذا كانت متراكمة دهون بالخواصر وبأسفل هالمنطقة بعد ما ترك حيز فراغ البطن، فأهم شيء لإلها هي مادة خل التفاح. فخلي التفاح مع مادة زيتية مع سلم فنجان زيت مع معقلة خل تفاح مذيب جدا للمنطقة الدهنية بأسفل البطن مع تمرينات شد البطن تمام. وكمان أنا بحب تمرينات القصع جدا لأنه هي كتير بتأثر على المحور السفلي للسرة. فهي الأشياء هاي إذا عرفت أنا أعرف وين تراكميات البطن وشو نوع البطن تبعي، كتير اختصرت على حالي أشواط وبلاقي نتيجة مراقبتها بشهر واحد بتلاقي فرق بين الأربعة للخمسة سنتيمتر. تمام. يعني اليوم في كتير من أنواع الدهون اللي ممكن تتركز بعدة مناطق من البطن، ولا أكيد إنه دائما نحن منشدد على أهمية يكون الواحد مع اختصاصيين تغذية وأيضا اختصاصيين بالمجال الرياضي كرمال ياخد النتيجة المثالية. ولكن على أرض الواقع منلاقي كثير من الأشخاص بيقولوا لك إنه أنا مالي من الأشخاص يلي باكل كثير، بنتبه على نظامي الغذائي، ولكن أنا عندي انتفاخ أو صحة أو سمنة بمنطقة البطن. شو الأسباب الثانية اللي ممكن تؤدي لسمنة بهي المكان أو تشكل الدهون؟ ضعف عضلات الظهر والجلسات الخطأ أكثر سبب بشكل تشوه بشكل البطن هو عضلات الظهر الضعيفة. السباحين مهما بلغوا من أوزان ومهما بلغوا من أعمارهم، إذا حتى لو ضعف استقلابهم ومرقوا بتلاحظي بطونهم مسطحة. عذراً الراقصات أو الأمور هي، يعني ليش بتلاقي نحن عم نحكي علم كأل هي في شد عضلات، يعني بيضلوا بالعين البطن هذا الأمور هي ليش في كتير بتلاقي ناس بدينة بس بتلاقي لها بطن مسطح ورشيقة وما في أي مشكلة هي. أحياناً لا يتعلق شكل البطن مع الوزن، وأحياناً كتير بتلاقي ناس أوزانها نحيلة جداً ويوجد لها بطن. صحيح. العامل العضلي بمنطقة الحوض ومنطقة البطن بالذات كتير له عامله. الظهر الضعيف يولد بطن تماماً مثل ما كنا ناخد بالرياضيات، هاي الزاوية بالظهر بتساوي زاوية بالبطن، يستحيل لأنه هو العمود الفقري. صحة العمود الفقري العضلات. العمود الفقري مدى ما كان سليم أول ما يظهر للإنسان ديسكات يعرف أنه بطنه حيتقدم عنده ياها 3 سنتي لقدام. فهي الأمور إنك أنت تراعي مو فقط الغذاء السليم، صحة العمود الفقري يعد من صحة من الإنسان إذا بده يهتم بشبابه، مو بس لازم يهتم ببشرته وبشعره وبلون شعره وبالنفخ وبالهي إطلاقاً. العمود الفقري هو سر الشباب المستمر. طول ما عمودك واقف على حيلك وعم تتحرك وعمودك صحي وعم تطلع منه الأعصاب لنهاية أطراف أصابع قدميك بشكل سليم، أنت عم تأمت حتتمتع بشباب وبطن مسطح قدر الإمكان. تصغير حجم المعدة عنا بعلم التغذية يبدأ من منتصف عظم الظهر، العظم اللي مقابلة للمعدة. نحن بنعمل لها تمرينات حتى مناطق عندنا اياها في مناطق معينه بالظهر اذا كانت نشطه فبتساوي شهيه قليله، يعني ما بتخليك تاكل كثير لانه العمود الفقري ما بيسمح للمعده تتمدد. فهي الاشياء هي من اهم شيء نحن الحنيات تبعنا وعادتنا المكتبيه وهالقصص هي كلياتها، عدم اهتمامنا بعضلات الرقبه. عضلات الرقبه مدى ما توزن عندي اياها صار في زاويه الظهر، صار في عندي نفس الزاويه هون بالبطن. مدى ما مال الرقبة مالت عضلات الرقبة أبدا بلشت تتفوز عندي، يعني تكبر حجم المعدة كل أسبوع ما يعادل بين 1 لـ 1.5%، وهي دراسات علمية مثبتة. طول ما رقبتك مشدودة بمبلوع البطن ما في إنسان بيقدر عندي إياها يبلع بطن بدون ما يرجع ظهره لورا. هلا بس لحتى نأكد كتير منيح نحن ونكون كتير دقيقين علميا، هاي الدراسات أكيد مثبتة ولكن هي مؤثرات أولية وثانوية، يعني الشخص اللي منحني برقبته فهو شخص علاقة متعدية، جالس كتير ما بيحرك كتير ما بينتبه ما بيشد هيكله وعضلاته، فهو بالتالي بيؤدي لعضلات بطن تماما، ترك فراغ فسمح لهذا الفراغ يتمدد بما هو أوكي. يريح الجسم فيه. طيب في ناس عندها تحسس غذائي
بتقول لك انا ما عندي بطن الا لما باكل فلان عنصر غذائي ضل 4 أيام او 5 أيام مثل مثلا منفوخ او عنده قصه عسر هضم. الناس اللي بتعاني من تحسس غذائي لكثير مواد غذائيه، شو بتنصحيها؟ شو البدائل؟ ما في انسان ما بيعرف شو الماده اللي بيتحسس منها، اذا تحسس كلي وما بيقدر يعالج هذا، لانه في التحسس نحن عندنا يا تحسس بيجي مع مر الزمن وفي تحسس وراثي. هذا الانسان اول شيء يبتعد عن الماده اللي بيتحسس فيها، واذا كان اطيافها واسعه جدا يروح على العصاره الصفراويه، هذا يروح يتابع دكتوره الهضميه، لانه في انزيمات هضم اساسا، في عندك شيء بنشط العصاره الصفراويه كاكل واغذيه. ومن احد الشغلات اللي نحن حكينا عنها بالبطن العلوي انه زيت الزيتون مع معلقة زيت حبة البركة تزيد إضرار العصارة الصفراوية. بالنسبة لأني بدي أقلل طيف المجال التحسسي بجسم، هو أكثر شيء اعتني بفيتامين دال. فيتامين دال قابل لأنك أنت خفف الطيف التحسسي بجسمك. النقطة الثانية بالنسبة لأنه حسب المادة اللي أنا عم بتحسس منها، هل هي نهائية بالنسبة لإلي إذا تابعت مع دكتوري، ولا هي أنا بالنسبة لإلي ممكن أنا يصير عندي إياها مستقبلات الهستامين أو الهستامين قليلها، في حيث إني أنا يوم من الأيام أخذتها وبدي آخذ فائدة مثل البيض مثلا، البيض مادة مغذية جدا، عندي حساسية وبتعمل لي خن أو هي، مالي مضطر إني كتر منها ولا مضطر، هي بروح بشوب بديلة اللي هي جبنة. لكن صفار البيض مين هذا اللي بده يعوضه للشعر؟ مين هذا اللي بده يعوضه لشيء لاسمه خلايا الفسفور، عفوا عنصر الفسفور لخلايا الدماغ؟ فهي القصص هي كلياتها عندي تحسس، التحسس ازالته بسرعه بالماء والليمون. انا شو بدي انا حارب التحسس؟ التحسس بيتحارب بفيتامين دال وشيك على فعاليه دال بجسمي. فهي اهم النقاط الاساسيه، وبناقش طبيبي اذا انا بقدر انا خفف طيف التحسس بجسمي. أوكي. وهي الامور هي كثير هامه، لانه من احد عوامل التحسس هو انتفاخ البطن وعسر الهضم. تمام. يعني بنهاية حديثنا ما صفي من إلا أنه نتشكرك، وإن شاء الله هيك يا رب الصحة والسلامة لكل الأشخاص يلي عم بيتابعونا. بطون مشدودة كمان. بطون مشدودة وظهر مستقيم يعني بكل الأوقات. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا كثير لك دكتورة.